طيب هنا هتكلم عن رسمة حنان وهيثم. في البداية كان في تخطيط جدا عام جدا مبدئي لتوضيح بس هيكل الجسم والملابس والملامح. بعديها في مرحلة تأسيس اللون البشرة والملابس، وهنا بيكون في يعني شيء من توضيح شيء بسيط من الضوء والظل بشكل جدا بسيط وجدا عام. بعدها تخطيط الملامح وطيات الملابس، يعني بس بشكل يعني موضع الملامح بس يعني. بعدها في مرحلة يعني خلينا نقول تلوين بسيط لإبراز الملامح والألوان والجلد، يعني الإبراز بشكل عام. أوكي، في مرحلة يعني بعد هنا، بعد تلوين اليد وتلوين الملابس وإبراز الملابس، في مرحلة جدا جميلة وجدا أنا بحبها، وهي مرحلة أنا بسميها مرحلة التعمق، مرحلة الاستغراق والانغماس. وأنا يعني أجمل مرحلة لي، لأنه أنا بنسى فيها نفسي تماما، بدخل في عالم مختلف. أنا بعتبر أنه في المرحلة دي أنا ما قاعد أرسم الرسمة، الرسمة هي اللي وحدها بتطلع يعني من الروح، من الإحساس مباشرة. فمرحلة جميلة جدا، مرحلة يعني لا يوصف، يعني جمالها لا يوصف. يعني أنا هنا أحيانا يعني تطير ساعة ساعتين وأنا ناسي الوقت وأنا ناسي نفسي تماما. ف ده أكتر شيء أنا بحبه في الرسم. يعني أتمنى أنك تكون يعني لمست جمال المرحلة دي وجمال الرسم من التعبير يعني. وبس يعني إذا حبيت الشرح التوضيحي أتمنى أنك تشارك الفيديو. شكرا.